موجود الآن مع الزميل جمال جبلي. إليك يا جمال. نعم شكرا أيمن. معي بما أنكم بصدد الحديث عن منتخب المغرب ورجوعا من المغرب مع زميلي ياسين معراش، معي مدرب المنتخب السيد إيرفي رونار. Je pense que vous avez eu ce qu'il fallait avoir. بأنكم حصلتم على شيء ممتاز، هذه هي كأس العالم. نعم أظن بأن الجميع كان يريد أن يتفادى إسبانيا بصراحة، ولكن نحن ورثنا بهذا التحدي الكبير. إنه شرف وصعوبة في نفس الوقت بصراحة، وكذلك مع وجود بطل أوروبا في مجموعتنا الأمر لن يكون سهلا. وإيران كمنتخب أخير سنلعب أمامه المباراة الأولى في مجموعتنا، والمباراة الثانية أمام البرتغال، وثالثة والأخيرة أمام إسبانيا. هذه كأس العالم، هذا هو المستوى العالي، فيجب أن نواجههم برأس المرفوع. يبدو بأن أول صعوبات إسبانيا والبرتغال، من الجيد عندما ننظر إلى هذا الأمر أن تواجه إيران كمباراة أولى. سنعرف ذلك لاحقا إذا ما كانت هذه مباراة جيدة أو لا. هذه مباراة مجموعة ملقبة بالصعبة جدا، وبعد سعادة الترشح لكأس العالم يجب المشاركة في كأس العالم بطموح، وليس المشاركة لسبيل المشاركة فقط. لا يجب أن نكون متفرجين كما كان الحال سابقا ربما، لذلك يجب أن تكون الثقة كبيرة جدا. كرة القدم تبقى على أرضية الميدان، على الورق قد يبدو الأمر صعبا، لكن يجب أن نؤمن بحظوظنا على كل حال. هل تدرك بأن المغرب عام 86 للدور الثاني بعد فوز أمام البرتغال؟ نعم 3-1. نعم نعم قيل لي ذلك منذ حين بصراحة. إن شاء الله نحن نتمنى كل الخير للمغرب. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. حظاً سعيداً. نعود إليك بعد هذه المقابلة مع إيرفي رونار. شكرا لك. شكرا لك جمال جبلي. إذن